يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، ابعث لنا الأمال يا باهي الأعمال، غير ولا تحتار، افعل لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً. بفضل الله تعالى تم توزيع 10 وجبات إفطار رمضانية صدقة عن روح المرحوم أحمد محمود علي حاج يحيى، وعن المرحومة هدى يوسف قبلاوي، وتم التنفيذ في اليمن. فجزى الله الداعمين كل خير، وكتب الله أجرهم في الدنيا والآخرة. إن شئت أن تحيا بعد عن الأخطاء، كن ثابتا معطاء، والله لن ينسى عبدا إذا أعطى، والله لن ينسى عبدا إذا أعطى.